بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنكمل سلسلة جولاتنا في اسواق ابو النمرس جيزة. احنا فين دلوقتي؟ احنا في شارع 6 اكتوبر عند كوبري الملقة ابو النمرس جيزة. زي ما انتم شايفين كده احنا بنشوف محلات الصفا والمروة للاجهزة الكهربائية، كنا عملنا فيها جولة قبل كده وشفنا الثلاجات واسعارها وانواعها. النهارده كمان هنشوف باقي الاجهزه اللي موجوده عنده او جزء تاني من الاجهزه اللي موجوده عنده، لانه ما شاء الله عنده اجهزه كتير جدا. عملنا جولات قبل كده في اسواق ابو النمرس وهنكمل ان شاء الله سلسله الجولات، وهتشوفوا حاجات حلوه جدا باذن الله هتعجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لايك للفيديو، لو مش مشتركين في القناه تشتركوا، لو مش بيوصل لكم اشعارات الفيديوهات بتاعتي الغوا الاشتراك وفعلوا من اول جديد عشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باذن الله. ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والانستجرام والتليجرام والتيك توك، وكل اللينكات دي في الديسكربشن بوكس. تعالوا بقى نبدا مع بعض ونشوف الحاجات اللي عندنا. استاذ طه ازاي حضرتك؟ هنلبي الدعوه للمره الثانيه ونشوف بقى في اقبال حصل كتير على حضرتك والناس بتشكر جدا في منتجات حضرتك، فعايزين نجيب لهم بقى الحاجات الرفيعه. وما كانوا بيسالوني هو ثلاجات بس، فلا احنا هنجيب لكم بقى، احنا عندنا كل حاجه يا جماعه. بس انا قلت اجيب لكم جزء جزء، فهنشوف بقى حاجات ثانيه. بصوا عندنا مكانس، عندنا ميكروويفات، اير فراير اللي مجنن الناس، مكاوي، خلاطات، عجانات، كل اللي انتوا عايزينه موجود عندنا. يعني جهاز العروسه هتخشي تاخدي كل اجهزتك من الالف للياء، صح يا استاذ طه؟ كل حاجه موجوده. موجوده العربي تمام. الرينج الاسعار كده. رينج الاسعار مثلا عندنا الباناسونيك، على فكره فعلا من زمان وهي كده يعني. الباناسونيك دي 2000 واط بتبقى عامله 5.5. في ال دي اللي بتبقى اسمها البادل السايكلون، دي غير اللي هو الباج بتاعتها الصغيره او الكيس الصغير اللي بيحفظ التراب. دي بتحفظها ذاتيا المكنسه يعني عالي، يعني بتتخلص منه ذاتيا مثلا، ولا هي بتحفظه في حاجه معينه؟ بس الكيس الصغير مثلا وننفضه ونغسله وشغلانه. فدي بقى من غير الكيس ده بتكون اريح بكتير بالظبط. الكيبورد دي مثلا عامله 7، في ال جي دي هي مكنسه تكون صغيره بس هي 2000 واط، الواط بتاعها عالي جدا. هي صغيره بس جباره، يعني 2000 واط برضه عاليه. في السامسونج نفس الكلام. ما قلتليش بكام ال جي؟ ال جي عامله 5.5، السامسونج عامله 4900، تمام. في الاوفر العربي 1600 و2000، ال 1600 بتبقى عامله 4.5 و4900، في التوشيبا العربي 1800 واط، وفي ال 2500 واط. تمام. الحمراء الاولى دي 1800 ودي 2500. تمام. دي الحاجات بتاعت التوشيبا العربي، عندك مثلا دي بتبقى 3800 ودي بتبقى ب 5، اللي هي الاثنين مطلوب. يعني محتاجين المحلي موجود، المستورد موجود، الاسعار كلها زي ما انتم شايفين بتبدا من اول 7000 صح كده لحد 3000 جنيه، حاجات كلها في المتناول. الثانيه فريش على فكره. مش في العرض هنا بس تمام. في مثلا الفريش ال 1600 واط بتبقى عامله 2000 ونص، في ال 2000 واط بتبقى عامله 3000. 2000 ونص فريش. تمام. هنا مثلا عندنا هنلاقي فرن، في سؤال الناس بتساله كتير، فرن ولا فرن ولا الميكروويف؟ تمام، فرن ولا ميكروويف؟ انا بيبقى في عندنا راي دايما شائع مع كل الناس، ان انت كده كده هتجيب البوتاجاز. البوتاجاز فيه فرن، فما فيش داعي انك تجيبه فرن تاني. انا شخصيا الميكروويف. مع الميكروويف انا مع الميكروويف بكل جوارحي بصراحه. تسخين وتسخين جميل. وفك ثلج بالظبط كده. مثلا حاجه الغداء اتبقى منها اكل للعشاء، بيرجع لي العشاء ده كانه غداء بالظبط كده. صح. وبيوفر كمان على الراجل لما بيكون قاعد لوحده، بيقدر يظبط اموره بسهوله. برضه في ناس على فكره بتستخدم الفرن للتسخين برضه. لتسخين وتسويه بالظبط. الناس بقى بتقدر تعمل كده وبيبقى استخداماتها متعدده، فبتصمم ان هي تاخد فرن. في ناس بتقلق بتقول لك الميكرويف لا بيجيب امراض. زمان او الحاجات الشعبي، الموديلات الشعبي موديلات شعبي بس يعني مش حابين نقول اساميها، لكن مثلا انا عندي حاجه شارب. شارب دي شركه كباره، انا مش محتاج اتكلم عنها اصلا. اكيد. او تورنيدو العرب. مش منه قلق يعني. تمام. احنا عندنا الافران ده فرن. تمام. ده فرن اسمه سنفر، السنفر ده مستورد. تمام. الفرن ده انا اول مره اسمع الاسم ده. السنفر ده تبع شركه رويال جاز للبوتاجازات، شركه يعني مشهوره جدا في البوتاجاز، بتعمل حاجات كتير. عارفه رويال جاز. السنفر ده هو معاه صينيه مستورد. بيجي معاه صينيه. تمام. ده الفرن طبعا. الشوايه تمام. طبعا الفرن بيبقى ايه، ليه تحكم في درجه الحراره، تحكم في الشوايه، تحكم في الفرن، دي ايه الماكسيمم والمينيمم. يعني هي الحاجات دي بتبقى ايه واضحه. احنا بنستعمله كمان للطبيخ يا جماعه، يعني ممكن تعملوا فيه اكلكم، تسووا فيه طواجن
بتعملوا بتحمروا فيه حمام، حاجات كتيره بتتعمل في الفرن. بعد كده عندنا فرن شرق، تمام، نفس الكلام برضه الفرن ده ايه، بس هو مش الصينيه بتاعته مش زي اللي فاتت، لا هي الشركه بقى ليها تصميم، دي اضافه عندها الصينيه. هي عندها الصاب والشبكه، دي الشوايه والشوايه، تمام، الشوايه بس هي مربوطه بيها. عندنا مثلا السنفر ده بيبقى 45 لتر، بيبقى عامل السنفر 45 لتر بيبقى عامل 3.5، 3.5. عندنا الشرب ال 34 لتر بيبقى عامل 3700. بعد كده عندنا بقى هندخل على الميكرويف، تمام، ده الميكرويف هو شغل ضمان العربي، تمام، الميكرويف اهو بيبقى في منه بالشوايه وفي منه من غير شوايه، تمام كده. بكام بقى العربي؟ الميكرويف الهوفر ده النهارده في السوق دي لقطه احنا حابين نوضحها، النهارده في السوق عامل 7900 جنيه، تمام، عندنا موجود عامل 6200. في بعدين خصم ولا هو 6200 اخره؟ 6200 ده بعد الخصم، احنا خصم، لا ده لمتابعينا بقى. طبعا المتابعين مثلا ايه نخليه ب 6، تمام كده. الميكرويف ده فرقه عندنا 2000 جنيه عن السوق. نفس الكلام بالنسبه للميكرويف الشرب، ميكرويف الشرب نفس الكلام، ميكرويف الشرب النهارده في السوق عامل 7000 جنيه برضه، عاملين عليه خصم 5900 اللي هو ده الشرب ده، ده الميكرويف الشرب، تمام، الشرب اللي هو بالشوايه اهي، الشوايه بتاعته الجريل اهي، هي بتبقى كده بتبقى اللي بتقرب الطبق للشوايه، تمام، ده الميكرويف الشرب 25 لتر في الشوايه. ده كام قلنا؟ ده عامل 5900. 5900 كده. بعد كده في عندنا تورنيدو، الدوسو في منه موديلين، علشان الشرب والهوفر هو موديل واحد بس، بيبقى موديل ديجيتال، هو شكل واحد بس كده ديجيتال، شكل ديجيتال ما فيهوش بقره، تمام، تورنيدو بقى بيعملوا موديلين منه، موديل البقره، تمام، والموديل الديجيتال، تمام. ده بالمناسبه الموديل الديجيتال فيه ده اهو، تمام كده. طيب الثاني بقى بيبقى كله بقر، الثاني بيبقى كله بقر زي بيبقى شبه ده الفرن على فكره، ده مش المكرونه، ده الفرن، تمام كده. طيب العادي منه اللي هو اللي مش ديجيتال اللي هو الزراير او بقر، اسف بقر، البقر ده من التورنيدو، التورنيدو بيبقى عامل 5، والديجيتال منه بيبقى عامل 5600، 5 يعني ده 5600، مظبوط، تمام تمام كده، تمام. ده فرن، ده فرن تورنيدو العربي برضه، 46 لتر تورنيدو، ده بيبقى عامل 2800. نشوف بقى المكاوي الجديده الاستسهال بقى بتاعنا، دي المكوى اللي هي مكوى الستاير، يبقى في منها موديلات، ده النوع الكينود، ده النوع الميديا تك، ده الميانتا، تمام. كام بقى اسعارها؟ الاسعار هقول لحضرتك حالا، دي 3.5، تمام، الميديا تك بتبقى عامله 2.5، الميانتا عامله 2200. في عندي دي مكوى تورنيدو العربي اسمها مكوى يد او مكوى رحلات، دي بتبقى حاجه بسيطه كده بتتاخد في الرحلات سريعه، معانا كده، تمام، ودي بيبقى الموديل منها اللي في خزان، لان في موديل بينزل منها من غير خزان، طيب. بتبقى عامله 2200، الموديل اللي من غير خزان، الخزان ده بيتحط في الميه عشان الثاني لسه بروح عامله واجب، ده تمام، تمام كده، تمام. الموديل الثاني بيبقى عامل 1700 وده عامل 2200. المكوى العاديه بقى في بقى عندنا مثلا حاجات تاتشز ممكن، حاجات سكاني بتبقى حاجات شكلها حلو ومحترم على فكره، شيك جدا على فكره، شكلها حلو قوي، دي مكوى سكاني مصري هي، بس مكوى محترمه. السكاني برضو غزوه السوق دلوقتي، انا يعني بسمعها كتير قوي وفي عليها اقبال، الحاجات الشيب العربي قلت شويه في السوق اليومين اللي احنا فيهم بالاخص دول، تيجي مثلا تسالي على مكوى، عايز مكوى تورنيدو ناقصه شويه، ناقصه وغليت اوفر، مثلا كان ب 500 جنيه رفعت ل 1000 مره واحده، تمام كده. فاحنا عندنا السكاني 2200 واط، تمام، وعامله 700 جنيه، عندي تاتش السلوكي 2600 واط، تمام، 2600 واط بتبقى عامله 1100، دي المكوى بتاعت زمان اللي هي القديمه، بتاعتنا دي حبيبتي دي، والله تهد حيلنا في المكوى دي، فينها دي متاحه برضو، دي بتبقى عامله 500 جنيه، 500 جنيه، تمام. طب نشوف بقى العجانات، تمام، في عجانات مثلا، في عندنا برضو انواع كده، عجان كنود اهو، تمام، ده بيبقى عامل 7.5، 7.5، تمام. بيبقى عندي بعد كده في عجان رافال، استاذنك بس ارد على التليفون، العجانات بقى، عجان كنود، ده كنود، ده بيبقى 4.2، يعني يعتبر 4.5 لتر يعني، تمام كده، خلصت، ده عامل 7.5، بعد كده في عندنا يعني كنود ب7.5، الكنود ده مستورد، انا بقول لك ب7.5 حلو قوي، كل حاجاته، عندنا عجان رافال ده مصري محلي، ده بيبقى عامل 1500، بيبقى يعتبر 4 لتر برده، 1500 حالته كويسه، يعني انا لو عايزه عجان ومعيش امكانيه 7000، طبعا ال 1500 حلو حلو، ودي صيانه وكل حاجه، هو بيسعف، طبعا دي صيانه،
هو بيسعي في كل حاجه، بس هو في ناس بتحب ايه ان انا، ما انا برده معلش ايه العجان السبعة ونص عالي شويه عندي. فانا عندي لو عندي بس انا عشان اجيب حاجه كويسه فما تفرقش معايا السعر، اعلي شويه واجيب الجوده الاعلى، مش صح كده؟ اه ناس بتحب الجوده وفي ناس وفي ناس بتحب السعر. تمام كده. تمام. في عندنا بعد كده هي اللي فاتت دي كانت عجانات، ده بقى مضرب بالعجان. الفرق ان هو ايه، ده بيبقى وظايفه اقل شويه. تمام. يعني مثلا ده بيعمل بيض، مش ده كمان مضرب بالعجان؟ مضرب بالعجان الكبير ده هو العجان. تمام. بس في فرق بسيط بين الاثنين، العجان وظايفه بتبقى اكتر متعدده. لكن ده بياخد ده مضرب بالعجان. صح، مضرب بالعجان ده برده، وده مضرب بالعجان. في نوت برده يبقى عامل 1000 ونص. تمام. دي مكنه قهوه، دي مكنه قهوه، وفي منها موديلين، مكنه القهوه اللي هي مج كده. تمام. وفي مكنه القهوه الاسبريسو اهي، مكنه القهوه تورنيدو العرب اسبريسو. المكنه دي ب 5500 النهارده في السوق، والمتابعين بتوعنا دي عامله 3.5. 3 من 5.5 ل 3.5 للمتابعين بس. ودي دي نفس الكلام، عامله 2800، دي ب 1800 جنيه. تمام. ندخل بقى على الخلاطات. في خلاطات عندنا تورنيدو، في حاجات غاليه وفي حاجات ايه هاديه. في بس على حسب الاستخدام بقى هنا. هنا على حسب الاستخدام. ده خلاط الجسم بتاعه كله ستانلس وبيبقى زجاج من فوق. الخلاط ده بص يعني الواط بتاعه 1000 واط، عالي جدا. عالي جدا يعني. حلو قوي. ده بيعمل التلج. بيكسر التلج. ايس كراش، ومكتوب عليه ايس كراش. بيكسر التلج. تمام. ده انا لو شغلته لحضرتك بيبقى صوته بصي بوم، يعني حاجه عاليه جدا. نيجي بقى بعد كده على التورنيدو. ما قلتليش سعره. ده سعره 2500 في السوق برضو. هو بس الجهاز بس مفيش معاه ال، لا ده الكبير ده بس اللي بيستخدمه، اللي بيستخدمه مثلا حد بتاع قهوه عشان استخداماته بتبقى تقيله جدا. ده ما بيجيش معاه كبه، هو مش هيحتاجها في حاجه. مش بتاع بيت لكن يعني. ممكن حد بتاع بيت يجيبها يجيب ده ويستغنى بقى، لو هتقدر هي تستغنى عن عن الاثنين تنفصل. بالظبط، تجيب مطاحن منفصله بالظبط. بعد كده معانا ده بيجي معاه مطحنه، ده تورنيدو برضه. ده تورنيدو العرب بيجي مع مطحنه واحده، ده بيبقى 500 واط. طبعا الجسم بتاعه هنا بلاستيك مش ازاز. ده جسم بلاستيك، الخلاط نفسه كمان مش زجاج. بكام بقى؟ تمام كده. تمام كده. ده عامل 1150. 1150. في عندنا ماركه ميديا تك، الماركه دي تركي مستورده. تمام. ده بيبقى جسمه ستانلس برضه. تمام. الخلاط ده محترم جدا، بيبقى 3 في 1، بيجي معاه 2 مطحنه، بيبقى عامل 900 جنيه. 900 جنيه. تمام. ده الميديا تك اللي اقل منه شويه بيبقى عامل 800. بس ده الواد بتاعه 600 وده الواد بتاعه 400. تمام. وكمان ده ستانلس وده بلاستيك. الفروقات بس دي عشان فروقات ايد بتبقى مهمه عند ناس شويه. تمام. طيب ده بيبقى عامل 900 جنيه، 950، وده عامل 800. حلو قوي. في عندنا برضو خلاطات المونونيكس الفرنسي برضو، دول معاهمش مطاحن. لا بيجي معاه مطحنه اهي ورا، مطحنه واحده. لا مطحنتين. مطحنتين. تمام. تمام. في عندنا المونوليكس الفرنساوي بيجي برضو معاه مطحنتين. المونوليكس الفرنساوي في منه 500 واط و700 واط. 500 واط بيبقى عامل 1800، و700 واط 1950. 1950. اخر حاجه عندنا خالص في الخلاطات اللي هي الخلاط الفريش. تمام كده. هو الخلاط واحد يعتبر، هو بس ايه الموديلات بتبقى فرقها بسيط قوي، 700 جنيه و750، حاجه خفيفه يعني. تمام. تمام كده. الاير فراير بقى اللي مجننه الناس بقى. الاير فراير في ان شاء الله منها عندنا كل الموديلات. ده موديل سكاني. اسمه سكاني. سكاني اللي حضرتك غزة. تمام. فعلا. تمام. في منها 5 8 10 12 ما شاء الله حجمها كبير. كبيره. لحد 12 لتر موجوده. دي بكام بقى؟ موجوده عندنا. بص الخمسه منها بتبقى عامله 2300. الخمسه 2300. الثمانيه منها عامله 2850. تمام. في عندنا ال 10 بتاعتها 3300، واكبر حاجه ال 12 لتر بتبقى عامله 3900. 3900. طب عندنا كمان فريش برضو، فريش كبيره ما شاء الله. 5.5 لتر. حلو قوي. تمام. ما شاء الله. 5.5 لتر دي بتبقى عامله 5100. 5100. في عندنا تيفال عشان في ناس بتسال عليها كتير جدا. لا يقول عليها طبعا. تمام. بس دي حجمها صغير شويه. التيفال يعني. بيبقى مقاسها دي 5.5 الفريش. التيفال بتبقى 4.2، يعني يعتبر 4 لتر يعني. تمام. يجي للواقع هي 4 لتر. بس فريش اكبر وسكاني اكبر برضه. فريش اكبر. والسكاني اكبر يعني، فريش اكبر منهم كلهم، بس هي وسكاني مع بعض في الحجم. السكاني دي الثمانيه. تمام. ودي 5.5. والله تلاحظ ان دي اعلى واحده اصلا. بس انا حاسه ان دي اكبر في الحجم، في حجم ال، بس هي برضه انا عندي الحله الداخليه بتبقى اهم. اغوط الحله الداخليه. حلو قوي. لكن انا مثلا لو جيت جبت الحله دي، دي حله ال 4 لتر. صغيره. الحله دي مثلا ايه، بطاطس بانيه. ممكن تاخد نص فرخه. اللي هي ال 4 لتر تاخد نص فرخه، لكن مش فرخه كامله. تمام. مجننه الناس دي. التيفال دي بتبقى عامله 4600. 4600 واسعارها كويسه جدا. اسعارها يعتبر كلهم هاند بلندر بقى. هاند بلندر بقى. بعد كده هندات، في مثلا كاتلات الغلايات الميه. عندنا مثلا
ده خلاط تمام، دي كبه، ده خلاط، ده ده خلاط تورنيدو العربي. اه ده شكله حلو قوي، ده خلاط 800 واط ما شاء الله، ده خلاط ستانلس برضه، ده خلاط مش كبه ده ولا هاند، ما بيجيش معاه مطاحن ولا حاجه. آه لا بيجي معاه كاسه ثانيه شبه دي. اه هو كاستين، كاسه كبيره وكاسه صغيره. ده بكام بقى؟ تمام. ده عامل 1000 ونص. حلو قوي. عندنا كمان المطحنه دي، تمام كده. دي كبه، دي كبه، بس دي كبه لحمه. الكبه الميديا تيك يا جماعه، الميديا تيك دي مستورده تركي. بس حاجه محترمه جدا. حلو قوي. فوق ده ستانلس، وبعدين فيها هنا تحت بقى ثلاث سكاكين. تمام. الاغلب بيبقى سكنتين اثنين. دي بتعمل لحمه و700 واط، الواط بتاعها عالي ما شاء الله. دي كام لما بيعمل التورنيدو؟ لما بتعمل التورنيدو لما بتعمل منها بتعمل مثلا 350 واط، و400 واط اقصاها، مش اعلى من كده. دي 700 واط ما شاء الله، بتاعها عالي. والواط لما يعلى في اللحمه برضه بتساعد. طبعا، لان الكبه التورنيدو بتبقى خضار بس، ما تعملش لحمه. دي بتعمل لحمه. دي تورنيدو، دي ميديا تك، ميديا تك. ميديا تك مستورة. دي بالضغط من فوق كده بتشتغل. دي برضو معانا عصارة، ما قلتليش بكام برضو. دي عاملة 850. 850. دي عصارة برتقال، حاجة سيمبل كده وخفيفة. تمام. دي عصارة برتقال بالكهرباء، تمام، تبقى عاملة 600 جنيه. ليها دي ايه بقى؟ دي كبة تورنيدو. كبة تورنيدو العربي. دي كبة. حلو قوي. دي كبة تورنيدو. الكبة طبعا بتبقى معروفة ان هي الموتور بتاعها بيبقى من فوق. تمام كده. الكبه دي برضو نفس الكلام. هي كبه اسمها ثلاثه حله ستانلس، ما شاء الله حلوه جدا. تمام. الكبه نفسها عبر. طب ليه تعدد الحلل ده؟ هي الكبه دي بتعمل لحمه. تمام كده. الكبه دي استخدامات الحلل بتاعتها بتبقى علشان خاطر انا مثلا دلوقتي، بص حضرتك، يعني هما بيركبوا كلهم مع بعض وهي شغاله، ولا هي كل حاله ليها استخدام؟ كل حاله علشان خاطر انا استخداماتي، يعني مثلا عندي كذا استخدام احط فيها كذا استخدام. بالظبط. والسكينه بتتحرك من حاله لحاله. مظبوط. تمام. اوكي، بتتحرك. لا، ما هي موجوده هنا تحت اهي. ما انا شفتها. هي تحت اهي مكان السكينه. تمام. يعني انا عندي كده كبه واحده وممكن استغلها في اكتر من حاجه. بالزبط. ومعانا ثلاث حلل. بالظبط. السكاكين بتاعتها نفس الكلام، اثنين سكينه. تورنيدو ما بيعملش مثلا اربع سكينه زي الميديا تيك، بس هي برضه تورنيدو الحاجه بتاعتها ايه، تبع العربي وكده، فبتكون غاليه. الكبه دي بتبقى عامله 2300، دي كبه غاليه. دي كبه لحمه بالمناسبه بتاعت التورنيدو. كام بقى التورنيدو دي؟ دي 2300. 2300. الكاتلات بقى كام؟ الكاتلات بقى الغلايات، مثلا الغلايه الفريش الزجاج دي، دي بتبقى عامله 700. في الغلايه التورنيدو دي ستانلس، ده ستانلس بس هو لون احمر. هي صناعتها ستانلس بس هو لون احمر. دي بتبقى عامله 950. اخر حاجه الميديا تيك، الميديا تيك دي بتبقى عامله 850 حراري زجاج. تمام كده. ما شاء الله. عندنا بقى جريلات جوه اهو. في جريلات. في هنا عندنا برضو مضارب بيت. احنا ما اتكلمناش عن الهاند بلندر تورنيدو ده. الهاند بلندر. في الهاند بلندر ده بيبقى هاند بلندر مع الكبه. ده مطلوب قوي ده. تمام. الهاند بلندر مع الكبه. في ناس بتيجي تبقى حابب ان هو ياخد هاند بلندر فرداني. تمام. دي بقى كده الاثنين دول مع بعض هاند بلندر بس كامل. تمام. ده هاند يعني دول كلهم كام بيجوا مع بعض؟ محضر مع بعض. محضر مع بعض. ده كام بقى سعره لو هاخد الهاند بلندر بس؟ الفرداني ده بيبقى 400 واط، بيبقى عامل 1900. ده الفرداني. الكامل ده بيبقى عامل 3.5، بيبقى 800 واط. 3.5. هنا بقى عندنا مضارب بيض، المكاوي، الجريلات، زي ما انتم شايفين كده. احنا سعداء جدا بحضرتك، وما تنساش بقى خصومات المتابعين متابعينا. وطبعا في شحن. في شحن داخل الجمهوريه وخارج الجمهوريه ان شاء الله. ان شاء الله في شحن باذن الله يا رب. باذن الله. لا، داخل القاهره وخارج القاهره. يعني انا قصدي عشان بقول داخل هنعمل شحن دولي كمان ان شاء الله. انا متشكره جدا لحضرتك، ومستنيين بقى جولات ثانيه وعروض ان شاء الله باذن الله. شكرا يا استاذ، متشكره جدا. السلام عليكم.